السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم أينما كنتم. اليوم صراحة اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد فيديو، ونتمنى منكم تبارطاجيو على أوسع نطاق، لأنه فيه رسالة إلى من حشرنا الله معهم في الجوار، ورسالة إلى الفاسدين والمنافقين الذين يعيشون معنا وبيننا في هذا الوطن الحبيب. رسالة إلى كل من يدعو إلى الفتنة، ورسالة إلى كل مفسد في هذا البلد الحبيب وهذا الوطن العزيز. إخواني أخواتي، مرة أخرى أدعوكم إلى ترك تعاليق ديالكم الجميلة، وبارطاجيو هذا اللايك هذا الفيديو، وخليوا اللايكات باش يطلع هذا الفيديو. فهو يعني صراحة أنا عجبني هذا الدكتور اللي صاغ هذه الصياغة وتكلم بهذه الطريقة اللي هي بسيطة جدا، ورسل فيها رسائل قوية إلى كما قلنا قبيلة الناس اللي حشرنا معهم والله في الجوار، وإلى الفاسدين والذين يدعون إلى الفتنة والفرقة داخل هذا الوطن الحبيب. وشكرا لكم، وإلى اللقاء، ألقاكم في حلقة أخرى أو في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي. تحية طيبة إلى جميع المتابعين الكرام داخل الوطن الحبيب وخارجه، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم بشعار تمغربية الله الوطن الملك. لازلنا أيها الإخوة الكرام نعيش لعنة الجغرافيا، ولازلنا نجاور نظاما عناصره تنتمي إلى أحط الطبقات الاجتماعية، وإعلام يمتح من قواميس قنوات الصرف غير الصحية، نظام لم يتشبع بعد بالتربة الجزائرية ولا بالنخوة العربية ولا بعزة النفس الأمازيغية، وبعيدا كل البعد عن الأخلاق الإسلامية. كفروا بالشعب نكاية في المغرب، ورفض كبيرهم الذي علمهم السحر أداء مناسك العمرة أيضا نكاية في المغرب، وانفتحوا على منطقة الساحل والصحراء ليس حبا في أهلها، وإنما أيضا نكاية في بلدنا الحبيب المغرب، وشجعوا جنوب إفريقيا في كأس إفريقيا نكاية في المغرب، وركبوا موجة القضية الفلسطينية ليس إيمانا بالقضية، وإنما استحمارا للبعض وإعمالا في الشعبوية. فأي قوم من هؤلاء وأية طينة من البشر ابتلين بها في الجوار؟ وهل هم فعلا بشر من خلق المولى عز وجل، أم هم قرناء للشياطين ممن ابتلى بهم المولى عز وجل عباده ليعلم من منهم المؤمن ومن منهم الكافر؟ قطعوا العلاقات والغاز والأجواء، ثم جعلوا خيرات البلاد غنيمة لمن يحالفهم لضرب مملكة الشرفاء، وخصصوا الملايير من الدولارات ليس لتنمية البلاد وإنقاذ العباد، وإنما لتقسيم المغرب والتغرير ببعض أبنائه ممن لم يكن لهم حظ في وطنية، ولم يتشبعوا بالروح المغربية، ولم يسموا إلى الأخلاق الملكية. فماذا بعد كل هذا أيها النظام العار العديم الوقار؟ فليس بعد القمة في التآمر والسعار إلا الانحدار والاندحار. وماذا جنيتم بعد نصف قرن من المؤامرات والغدر وخدمة الاستعمار؟ اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء أعقبه اعتراف إسباني، وسيعقبه اعتراف ألماني وبريطاني وفرنسي بإذن الله جل وعلا، دون أن ننسى الإخوة في الخليج العربي والأشقاء في إفريقيا، ولا نستبعد اعترافا روسيا وصينيا وشيكا. فماذا بعد؟ أقول لكم وأنا لسان الحال الناطق باسم المغاربة الأبطال، إنها الصحراء الشرقية المغربية
تلك البقعة الطيبة التي منحت للجزائر في غفلة من الزمان وتحت سقف غرفة المؤامرات المظلمة في ضواحي إيبيان. لقد بعتم أنفسكم للشياطين وكنتم في دماء المغاربة من الزاهدين، وشاركتم في قتل آلاف المساكين من أبناء الصحراء الشرقية الميامين، وباركتم التجارب النووية، وكنتم في الأرض والعرض من الزاهدين. إنه العار الذي ما بعده عار، وجريمة لا ينفع معها استغفار وإرهاب تورط فيه نظام الكيان من أبناء الاستعمار. أجرمتم في حق تراب المملكة الشريفة، واستبحتم خيرات مال الشقيقة، وأرهبتم في حق النيجر الحليفة، وكنتم أداة الفرنسيس لتقسيم واستباحة القارة الجريحة. فاليوم لا حليف لكم ولا صديق، ولا داعم لكم ولا شقيق، وقريبا تنتهي قطرات النفط والغاز وتعودون إلى سابق العهود وغابر القرون بعدما فشلتم في بناء العمران وصناعة الإنسان، بل وصنعتم كائنات مشوهة بلا تاريخ ولا هوية ولا حضارة ولا مرجعية. أما أنتم أيها المغاربة، يا من كنتم معنا وكنا معكم في مسيرة الجهاد والنضال من أجل إعادة الاعتبار لتاريخ هذه الأمة المجيدة، أقول لكم إنما هلك من سبقونا بسبب الفرقة وأسباب الشقاق والضرب على وتر العرقية والجهوية وترك حبل الوحدة والاعتصام برموز الأمة. ولقد من الله علينا بملكية جامعة مانعة تسمو فوق الصراعات وتعلو على التدافعات، وهي الممثل الشرعي لكل مواطن يعيش في المدن أو القرى، وجدار الصد ضد جميع المؤامرات. فأصل فساد الأوطان أيها الإخوة، أصل فساد الأوطان وهلاك البلدان هو النبش في تفاصيل العرق واللسان، وهي لعمر خطوات الشيطان التي قتلت النسل والحرثة وكانت سبب هلاك الإنسان. فالله الوطن الملك هو شعارنا الجامع، والضرب على أيدي المفسدين هو طريق الصلاح وسبيل الفلاح. فالإخلاص لله وللملك لا يضاهيه ولا يدانيه إلا التفاني في فضح المفسدين وأعداء الوطن والمواطنين من الخونة والمرتزقين والمجرمين. أيها الإخوة الكرام، إن خطر أشباه المسؤولين ومعاول الهدم من بعض السياسيين والمنتخبين لا يقل عن خطر المجرمين من تركة الانكشاريين وأحفاد الفرنسيين، وهم أقصد المفسدين والانفصاليين والانقلابيين على صعيد واحد وهم على السواء، لأنهم جميعا أدوات للهدم والتخريب والتفقير والتدمير. فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، وأمطر علينا شآبيب الرحمة والغفران، واجعلنا يا رب مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، واحفظنا بالوحدة وأبعد عنا شر الفرقة، واجعل كيد أعدائنا في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم، ولا ترنا شرا في بلدنا وملكنا وأهلنا، وكن معنا يا رب ولا تكن علينا، فأنت ولينا، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، آمين، والحمد لله رب العالمين.